اسم التجربة. نمذجة التأثير الكهروضوئي. الهدف من التجربة. تصميم نموذج لاستقصاء التأثير الكهروضوئي، ووصف كيف ترتبط طاقة الفوتون مع تردده، واستعمال التفسيرات العملية لتفسير لماذا لا تستطيع الظواهر الجاهرية الميكروسكوبية تفسير السلوك الكمي للذرة. عناصر الامن والسلامه الخاصه بالتجربه غسل اليدين جيدا قبل تنفيذ التجربه وبعده ادوات التجربه ثلاث كرات فولاذيه مجرى او مسار فيه اخدود قناه على شكل حرف يو او داع مرف قطع خشبيه لاصقات ملونه حمراء برتقاليه صفراء خضراء بنفسجيه زرقاء مسطره متريه خطوات اجراء التجربه نشكل المجرى او القناه على شكل حرف يو باستعمال القطع الخشبيه لدعمها ونتاكد ان نهايه المجرى مفتوحه نلصق ملصقا احمر على ارتفاع اربعه سنتيمترات وملصقا بنفسجي اللون على ارتفاع اربعه عشر سنتيمترا وملصقا برتقالي وأصفر وأخضر وأزرق على ارتفاعات متساوية بين الملصقين الأحمر والبنفسجي. نضع كرتين فولاذيتين عند النقطة الأكثر انخفاضاً على القناة، تمثلان إلكتروني التكافؤ للذرة. نمسك كرة فولاذية. ونضعها على موقع الملصق الأحمر على القناة، وتمثل هذه الكرة الفوتون الساقط للضوء الأحمر، فنلاحظ أن طاقة الفوتون الأحمر أقل من طاقة ألوان الضوء التي تمت نمذجتها. نفلت الكرة الفولاذية، الفوتون، ونلاحظ إذا كان لها طاقة كافية لتحرير إلكترون تكافؤ من الذرة، فنلاحظ أنها لا تغادر المسار. نزيل الكره الفولاذيه التي تمثل الفوتون الساقط من الجزء السفلي من القناه ونعيد الكرتين الفولاذيتين اللتين استعملناهما لتمثيل الكترونات التكافؤ الى مكانيهما الى النقطه الاكثر انخفاضا على القناه نكرر الخطوات من الرابعه الى السادسه لكل لون من الالوان التي حددت على القناه ونتأكد دائما عندما نكرر الخطوات أن تكون الكرتان الفولاذيتان عند النقطة الأكثر انخفاضا على القناة. فنلاحظ أن طاقة فوتون الضوء البنفسجي أكبر من طاقة ألوان الضوء الأخر التي تم نمذجتها. نكرر الخطوات من الرابعة إلى السادسة، ولكن نفلت الكرة الفولاذية من نقطة أخفض قليلاً من موقع الملصق الأحمر، فنلاحظ كرة واحدة تتحرك قليلاً ولكنها لا تغادر المسار. نكرر الخطوات من الرابعة إلى السادسة، ولكن نفلت الكرة الفولاذية من نقطة أعلى قليلاً من موقع الملصق البنفسجي، فنلاحظ كرة واحدة تغادر المسار، ولكن الكرة الأخرى تبقى على المسار، ونلخص النتائج في جدول كالآتي: النتائج. تنبعث الإلكترونات من جسم عندما يسقط إشعاع كهرومغناطيسي عليه بتأثير كهروضوئي، وتتحرر الإلكترونات من الجسم فقط عندما يكون تردد الإشعاع أكبر من القيمة الصغرى المحددة التي تسمى تردد العتبة. تتناسب طاقة فوتونات الضوء تحت الحمراء والمرئي وفوق البنفسجي طردياً مع تردد الضوء. فكلما ازداد التردد ازدادت في المقابل طاقه الفوتونات احتماليه تحرير الكترونات ضوئيه في الفوتونات العاليه الطاقه اكبر